شاب. هلا فكرة الأريز كانت يعني so the idea behind the arrays كانت إنه how to join multiple data types in one single variable name. When you want to declare variables to hold some data, you're going to face the problem that if you need to put one data type or one data in one variable, this means if for one section, like one small section, like our section here, you need to declare 13 variables. علشان إنك أنت تعبي 13 قيمة لشعبة صغيرة زي شعبتنا، فأنت مطلوب منك تعرف 13 variable. كانت هاي دايما مشكلة. من بدايات لغات البرمجة، خلينا نحكي من السبعينات عند لغة سي، كان في فكرة أنه إحنا ندمج أكثر من ديتا، أكثر من قيمة، ندمجهم في variable واحد ونتعامل معهم من خلال اسم هذا الفاريبل الواحد. من هون طلعت عندنا الأريز في لغات البرمجة من عند لغة سي وانتشرت بعد ذلك. الآن الأريز في كوتلن في عندها ميزة إنه مش لازم تكون الأري إلها one single data type. Until now we learned one array can hold one data type. If it's an array of integers, cannot hold characters, for example. هلأ في الكوتلن مسموح إنه الأري يكون فيها different data types، اللي هو أنا حط لكم إياها هون بالسطر الثاني زي أنتم شايفين، حط لكم إياها هون بين قوسين. أكيد في السكريبتينج لانجويجز أعلى من ذلك زي R وغيرها برضو في عنا هاي الميزة، لكن هي نقلة نوعية برضو موجودة في الكوتلن. الأريز stores the data values in locations one after the other so that you can reach them by incrementing the pointer that points to the first element. لما انت بتكون لما كيف بدك تطلع على الأري مخزنة في الميموري، الأري مخزنة الإليمنتس ورا بعض بينهم مسافة واحد بس. يعني لو كان في عندك انت بوينتر بيأشر على أول قيمة في الأري وانت عمالك في هذا البوينتر بتعمل إنكريمنت واحد ورا واحد، معناها انت بتعمل ترافيرس في هاي الأري، بتتنقل في هاي الأري بس بزيادة واحد، هيك مخزنة الأري. لكن أذر data types مش شرط انهم يكونوا مخزنين وراء بعض حتى وان عمل بينهم join باستخدام البوينترز. الاري في كوتلن ممكن انك انت تتعامل معها بالطرق اللي انت تعلمت عليها باللغات التانية. square braces اشهر شيء موجود، square braces where to put the index of some element in the array and to access it later on. ما square braces أنا عمالي بتطلع هون شباب، هاي نحط لكم السهم هون. تقدر تتعامل مع الأريز في كوتلن بنفس الطريقة اللي أنت بتتعامل فيها مع الأريز باللغات الأخرى. الأري في كوتلن ميوتابل. إيش يعني ميوتابل ديتا تايب شباب؟ مين بيقدر يساعدنا بهاي؟ ميوتابل يعني ما بتغير؟ العكس. ميوتابل ولا يعني ميوتابل؟ الميوتابل هو اللي بيتغير. ميوتابل. بالضبط، الميوتابل هو اللي بيتغير. You can store some data in an array and later on decide to change it. Change it by changing data in an array, I mean changing the different elements. So if you decide to change one element, two elements, or change the whole array, it is possible. Just like keep this information in mind. خليكم متذكرين هذا الإشي because we're gonna later on compare the differences between arrays and strings, for example, in the next lecture. محاضرة اليوم احنا راح نحكي عن الأريز وراح نعطيكم سيشن عملي على الأريز. تمام؟ آخر ملاحظة على الأريز. The size of the array is fixed. إذا من البداية انت عرفت الأري بحجم 10، ما بتقدر في خلال نفس الرن انك انت تحوله ل 11. تقدر تعرف فاريبل تاني، تقدر تعرف اري تاني 11 وتنقل عليها الداتا، ولا انك انت
تعملها dynamic size للأري. حتى لو تركت الأري بدون حجم رح يعطيك الحجم الأقصى اللي ممكن يكون للأري اللي هو again هو fixed size. تمام، هذه شغلة بتيجي معنا في وقتها في خلال المحاضرة اليوم معي شباب. مرة ثانية بالأريز also in Kotlin the index of the first element in an array starts from zero. So if you have an array where we stored A, B, C, D, E, for example, then the available indices are from zero until four. If I asked you how many elements in this array, you're going to inform me, okay, I think we can calculate them. There are five elements here. Five elements, but they are indexed from zero to four. زي ما حكينا قبل ذلك حكيناها عند السترينجز قبل هيك شباب، دائما الاريز طبعا السترينجز هو اري اوف كاركترز، دائما الاريز تاخذ الاندكس بدايه من صفر من عند سي من السبعينات، وهلا بنحكي عن كوتلين في 2011 2017 برضه بتبدا من صفر. حتى في السكريبتنج لانجويجز اعطينا عليهم اكثر مثال برضه بيبدوا من صفر. تمام، في كوتلين في عنا علشان نعرف الاري we have three different ways. Actually we have more, but you know we're gonna teach you those three. We have three different methods to declare and define arrays. The first method is using the function arrayof. Arrayof. The second is using the array constructor here. And the third one is to use the built-in function for primitive data types. Just like, okay, I want like an array of integers, only of integers. I'm gonna label it from the beginning to be an array of integers. هدول التلاتة شباب بدي يعطوك في النهاية نفس النتيجة. أنا راح أعطيكم التلاتة وراح أترك الاختيار لكم أنتو. أنت إيش بتفضل تستخدم أي طريقة تعريف للأري؟ بداية خلينا نبدأ مع الأري أوف. الأري أوف has one condition، لازم إنك أنت تعطي القيم فورا في الفانكشن تعبيله القيم. ما حيزبط إنك هون ما تعطي القيم. أنت بدك أري من أربع عناصر، you need to directly fill it. بدك تعبي القيم تبعت الأري فورا. بهاي الصورة we have an implicit type array. شو يعني؟ يعني هون أنا ما حددت له نوع الأري، أنا حكيت له أنت افهم من اللي أنا راح أعطيك إياه. زي ما تعلمنا في إنه إحنا ممكن ما نعطي النوع الديتا تايب وهو يفهمه من الديتا، برضو هذا موجود على مستوى الأري. لو حبيت بين الجريتر والليس هون تقدر أنت تحط نوع الديتا تايب اللي أنت بدك إياه، أنت تحدد الديتا تايب للأري. بس طالما أنت استخدمت أري أوف معناها لازم أنك أنت تعطي القيم later on. ما في أي مجال أنه نتجنب إعطاء القيم مع الفانكشن اللي اسمه later off، أو نعطي مثلا قيمة ابتدائية. لازم تعطي قيم ابتدائية لكل الفاريبلز. اللطيف اللي حكينا في الأريز إن كوتلين، أريز إن كوتلين can hold different data types. مش لازم يكون عندي كل الأري integers زي هون، ممكن يكون في عندي integer وفي عندي string، في عندي float، في عندي character in the same array. بس بشرط إنك أنت تستخدم هذا الإشي at the declaration time. لما تيجي تعرف الأري لازم تفرجيني إنه فيها different data types. إذا أنت أعطيتني فيها different data types أنا رح أسمح لك بعدين تغير فيها زي ما بدك، وحتى تغير الـ data types. يعني هون هاي integer، بس لأنه أنا من البداية لما عرفت هاي الـ array أنا حكيت إنه هي can hold different data types، معناه ممكن أجي على هذا الانتجر بعدين وأغيره لـ string.
ممكن أجي عليه أغيره لفلوت لكاركتر. لكن إذا at the declaration time you decided to provide only integer values, then you are stuck with integer values. لو أنت قررت أنك أنت تحط one data type في الأري، معناها أنت لازم تخلي كل القيم دائما integers. بس أنا هنا خليتها implicit، شوفوا هون أنا خليتها هون implicit، ما حطت لها integer. ماشي، ما في مشاكل. لكن بعد ما انتهينا من ال declaration part هون، هو صار عنده مخزن إنها هي explicit لintegr، فما بنقدر لأنه هي هون implicit نقدر نيجي نغير عليه بصورة مباشرة. أكيد كل إشي ممكن، لكن بالصورة المباشرة لا. علشان أنت تأخذها that can hold different data types، لازم من البداية هون لما تيجي تعبيها تحط فيها different data types. تمام. فإذا كانت أنت هون، نعم حبيبي. دكتور، ما بنقدر إنه يكون في different data types جوا array ويكونوا explicitly declaration تبعهم، صح؟ explicit. إذا كان بالطريقة هاي هون لا. ما بنقدر. طريقة هاي هون لا. إذا أنت بدك تعمل في الكود تبعك dynamic، يعني إيش؟ إنك أنت في عندك كاركتر وعندك فلوت وعندك انتجر وعندك سترينج في variables منفصلين، بعدين قررت أثناء البرنامج تبعك، أثناء الرن تبع البرنامج تبعك، إنك أنت تدمجهم جوا أري وتحط ذلك في لوب. كل مرة أنت بتخزنهم في variables منفصلين وتدمجهم جوا لوب، هيك أنت بتقدر تخليها sort of explicit إنه الإلمنت الأولانية دائما انتجر، الإلمنت الثانية دائما سترينج، وهيك بهاي الصورة. أوكي، معناها شاب اللي فهمناه إنه هاي راح تكون array of integers only integers، حتى لو بدك تغيرهم بعدين، إحنا حكينا mutable، حتى لو بدك تغيرهم لازم تغيرهم بس with integers. وهاي similarly راح تكون array of strings، ما بتقدرش تغيرهم إلا with strings. تمام دكتور، عندي سؤال ثاني. تفضل حبيبي. هلا مثلا ببيجنرز بوك، كلمه بيجنرز بوك اللي جاب المثال الثاني، بنقدر بنقدر نخليها رقم بعدين ولا لا؟ انه بنقدر نغير الرقم؟ طبعا. لانه هاي الاري is designed to hold different data types، معناها بنقدر نجي على هاي العشرة ونحولها لسترينج later on. هذا نحوله لانتجر، فهمتني؟ طبعا. يس. أول مثال شباب، خلينا نفرجيكم عليهم مثال. شوفوا هون هذا المثال، أنا عرفت هون implicit وعرفت هون explicit، عبيت هاي فورا integer، حتى كنت حاط لهم integer هاي صارت array of integer. زي ما تعلمنا بلغات البرمجة الأخرى، علشان تعمل traverse، عشان تتنقل خلال الاري، لازم اذا ما بدك تستخدم looping ممكن نتغلب شوي ونصير نطبع الاليمنت الاول ثم الاليمنت الثاني ثم الاليمنت الثالثه ثم الخامسه. لكن لو كانت الاري كبيره فيها 1000 عنصر، معناها ساعتها احنا بنعرف انه هذا الاشي مستحيل بدون loops. ما بدنا نكون محكومين دائما لفور لوب. اي لوب بتأدي فيه، but like with one condition that you know how to set where to start from and where to end. لو انت تقدر كيف تبدا وين تنتهي، معناه انت بتقدر تستخدم اي لوب بدك اياه. صحيح اشهر لوب في الاريز هي الفور لوب، لكن في نهاية محاضرة اليوم رح نعمل مثال على الوايل لوب to traverse an array. تمام. هون شباب عرفنا array implicit صارت بعدين كأنها explicit لانتجر، وبعدين حكينا زي المرة الماضية بدي أبدأ أنا دائما من الصفر، والرينج تبعي range in Kotlin is denoted by the two dots. حكينا الكولن لما تقلب التو دوتس موجودة بلغات تانية، بالكوتلن اللي هم التو دوتس،
معناها الرينج تبعي هون راح يكون من صفر للسايز ناقص واحد. شباب ذكرونا ليش للسايز ناقص واحد بدنا؟ لأنه الاندكس ببلش من صفر. لأنه الاندكس ببلش من صفر، فإذا كان حجم الأري خمسة معناها الانديسيز اللي عندي هما صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، وصلت لعند أربعة اللي هي خمسة ناقص واحد. تمام، إيش بتوقعوا الأوتبوت تبع هذا البرنامج؟ طلعوا هون شباب، أنا عمالي بطبع الإمبليسيت أري وعمالي بطبع الإكسبليسيت أري، كيف تتوقعوا الأوتبوت تبع هذا البرنامج؟ رح يجي space بعدين 1 بعدين space بعدين 2 بعدين space and so on until 5 يعني. جميل، الفكرة من وجود space هون، الفكرة من وجود space هون إنه أنا أخلي بين الأرقام في عندي spaces. طبعا هاد this means إن أنا هون شايفين أمام الواحد في عندي space وأمام العشرة في عندي space. هذا in the simplest form is unavoidable. يعني إحنا هون شو عملنا بنعمل؟ عملنا بنعمل string concatenation. string concatenation it must start with a string. يعني أنا لازم يكون عندي ال space هاد اللي هو ال string عندي في هذا المثال هون. ما بصير إني أسحبه لهون عشان ألغي ال space اللي أمام. بدك تعمل string concatenation using the plus sign. معناها بدك you need to start with a string. So your string your space need to start from here. صح، حتى لو كان في عندي هون space هون وspace هون. ما بدك اياها روح على الطريقة الثانية او استخدم println واطبعهم تحت بعض، ما في مشاكل. بتهمني هاي انكم تعرفوها لانها راح تفرق معاكم بعدين لما انت بتحاول تطبع في الموبايل application تبعتك وانت عمالك بتحاول تعمل concatenation. تطبع وتعمل concatenation بدك تعرف where to start and where to end. تمام. طب دكتور أوكي. سؤال صغير بس. تفضل. ما بزبط انه مثلا نعمل empty string بعدين plus array name بعدين plus space. empty string؟ yes. يعني اكيد راح يزبط لكن يعني حتغلب حالك. اوكي. يعني حتغلب حتزيد على حالك يعني نقطة إضافية. هي الفكرة كلها كانت هي الفكرة كلها انه هذا space can we just like simply drag it to here. Can you just like have it here, this space? This makes a problem in string concatenation. If you need to create a string concatenated from other strings, then you need to start with a string. لو بدك لازم تبدأ بالstring. هذا مصير ينسحب لهون هاي array of integers. الآن حكينا أول إشي شباب. شوفوا هون حكينا الarray of. علمناكم لأن عليه الarray of. الآن نرجع للأري كونستراكتور. الأري كونستراكتور شباب قايد إنه you can directly fill the array with some values related to the index. ممكن مش بس إنك أنت تعرف هاي الأري، ممكن تعبي هاي الأري باستخدام قيم related to the index. الإندكس مثلا في هاي الاري، شوفوا هون الاري تبعتنا هي 3، معناها الانديسيز اللي عندي هم 0 1 2. لو انا حكيت لك عبي لي اياهم هدول 0 1 2 بارقامهم بنفس القيمه 0 1 2 بتحكي لي اوكي، معناها انا بدي اجي هون الاندكس تبعي في هاي الاري هو اي، انا بدي اعمل اي ملتيبلايد باي 1. معناها تعال على الاندكس نفسه، حتى لو تركتها i بدون، يعني لو تركتها بدون multiplied by 1. i multiplied by 1 يعني اضرب ليها بواحد، الصفر ضرب واحد، الواحد ضرب واحد، الاثنين ضرب واحد. عشان هيك بكون انا عملت array فيها ثلاث عناصر وعبيتهم بصفر واحد اثنين. معناها لما انا بستخدم الarray constructor انا I need to provide two elements. انا لازم اعطي two parameters. اول شغلة اللي هو حجم الأري، بعدين ثاني شغلة اللي هو what to fill. And what to fill need to go between braces. هون شفاب شايفين جوا البريسز أنا بحط what to fill. يعني
سؤال هلأ نرجع لسؤال زميلكم. لو أنا مثلاً كنت بدي أعمل زي empty array، ولو كنت أنا بدي أعمل array with initial values that set all to zero على سبيل المثال، تيجي هون بين هدول braces وبتحط صفر، ساعتها بتأخذ أنت array with initial values all set to zero. تمام؟ معناها شباب شوفتوا الفرق بين استخدام الarray constructor وبين استخدام الarray of. هناك بعبي على طول، هون لازم أعطي size ولازم أعطي الـ initial values. جميل، شوفوا معي هذا المثال، إيش رأيكم؟ إيش الأوتبوت هون؟ المفروض أعطي هجمة 5 يعني فيها قيم، نعم بعدين فيها القيم اللي هي 3.14 فكتور باي آر سكويرد بسكلي بتصفي من واحد باي آر سكوير اللي هي إيش باي آر من سكوير؟ من صفر لأربعة يس أنا فهم، بس إيش هي الباي آر سكوير؟ اللي هي الأريا أوف سيركل بالضبط، زي المثال اللي أخذناه في أول المحاضرات اللي هو أريا أوف سيركل. لان هذا المثال بيعمل اري وبيعمل اري من حجم 5 وبيعبيها بمساحات الدائره، مساحات الدوائر اللي انصاف اقطارها 0 1 2 3 4 5. شفتوا الفرق بين استخدام الاري كونستراكتور والاري اوف؟ بالاري اوف انت بدك تعبي القيم، بالاري كونستراكتور ممكن تعبي الاري باي قيمه بناء على الاندكس. يعني الاندكس تبعي هون الاي، لان اخترت فاريبل اي اندكس، هذا الاندكس شباب راح يكون 0 1 2 3 4. انا حكيت لك اعتبر انه 0 1 2 3 4 هذا نصف قطر، وابني لي مساحة دائرة على أساسه وخزنها في الأري. شوفوا شباب شو الأوتبوت تبع هذا البرنامج، عملية حسابية كاملة خزنت في الأري بداية. معناه أنت بدك تقدر أنت شو حبتستخدم، حبتستخدم أري أوف ولا أري أوف كونستراكتر depending on your tasks. دكتور عندي سؤالين صغار. تفضل. هلا دكتور أنا بتذكر الفور لوب العادية كانت الآي تبلش من 1، هلا بهاي الحاله بتبلش من صفر بالفور لوب العاديه؟ يس. الفور لوب العاديه دائما بلغات البرمجه انت لازم تحكي لها من وين هي بدها تبدا. انا بعرف انه في لغات في ستاندرد فاليوز، ستاندرد فاليوز انه مثلا كستارت وين تبدا. انا yes. هون عندي بالكوتلين لازم انا دائما احدد له الرينج، أو زي ما راح نشوف في آخر المحاضرة إنه أحكي له طب إذا ما بدك تعطيني الرينج وين أنا ألف؟ أنا كلوب where shall I loop إذا أنت you didn't give me the range. لكن بداية هون هو بدأ من صفر لأنه أنا أحكيت له أبدأ من صفر. لو if I needed to skip because I know that the circle with a diameter zero will end up with area zero, if I needed to start from the first element here simply I would change this to one. أنا ممكن هذا أبدله لواحد. دكتور السؤال الثاني إنه هلأ على المثال اللي كان عنا قبل two pages اللي هو تبع اللي منبلش ب empty string. بس سؤالي كان إنه مثلاً إحنا كنا بتذكر إنه مثلاً إذا نعرف variable as a string نقدر نحط إنه مثلاً ال array name between two quotations وبعدين منحط الدولار ساين. كدس لا الصفحة حبيبي الصفحة اللي بعدها أيوة هاد هون أيوة نعم. بالضبط فهلا مثلا هون مثلا منحط اللي هي ال two quotations والspace بعدين الarray name بزبط نحط مثلا الarray name جوا two quotations double quotations ونحط لها دولار ساين أول وبتتعرف هاي راح أفرجيك هلا بعد شوي هاي راح أفرجيك إذا أنت بدك تيجي تطبع القيمة ممكن تستخدم زي هيك print على طول اسم الأري، وممكن أنك أنت تيجي إذا بدك تدمجها مع الكوتيشنز أنك أنت تحط البريسز وقبلها دولار ساين.
هاي راح أفرجيك بتصير string هاي أنت بتختار simplest أطبعا موجود بس simplest form هو هاد أوكي تمام بس هذا اللي أنت هلا شايفه هو simplest form هداك الثاني أنت بعد شوي راح تشوفه وراح ترجع تختار هاد تمام تمام دكتور الآن ممكن إنه أنا أقرر من البداية شو نوع الأري اللي أنا بدي إياها وعلى هذا الأساس أستخدم built-in functions يعني أنا بحكي هون I need an integer array okay then int array of 1 2 3 4 أنا بدي إياها byte أنا بدي إياها character أنا بدي إياها short أنا بدي إياها long من البداية أنت حددها explicit أنا بدي إياها للإنتجرز وأنا بدي أعرفها بهاي الصورة ما بدي أعرفها بالأري أوف أنا بدي أحكي له أري أوف وزيد لي عليها الداتا تايب الإنت أري أوف البايت أري أوف هذا موجود وهذا موجود ورح أعطيكم على هذا مثال في آخر المحاضرة اليوم أنا بقدر إنه أنا أوصل وأعدل الاري elements بالطريقة التقليدية square braces اللي احنا تعلمناها وبنعرفها من اللغات الثانية square braces it's the most direct form of accessing and modifying array elements اللي هو square braces عندي برضو two functions ممكن انا استخدمهم لاحظوا شباب إنه أنا بالنسبة إلي الأري في الكوتلين زي ما كنا نتعامل مع الـ single data types مع الـ single variables الأري في كوتلين هي عبارة عن object معناها أنا بقدر أطبق عليها directly functions محددة صح شباب؟ بقدر أنا أوصل لفunctions محددة الآن بالجيت بقدر أوصل لأي قيمة أنا بدي إياها في الأري وبالست بقدر أعدل أي قيمة بديها بالأري اللي هي the two things that I can also do with the square braces هون يعني شوفوا معي هون لو انت كنت انت عمالك بتعمل ARR للثلاثة علشان تطبع قيمة البوزيشن الرابع في الاري 0 1 2 3 البوزيشن الرابع تقدر تعمل نفس الاشي array name.get للثلاثة هيك انت عرفت شو انك انت فورا اخذت القيمه الثالثه بنفس الطريقه هاي نفس الاشي انت ممكن تعدل قيمه الاليمنت الرابعه في الاري بهاي الطريقه او باستخدام السيت فانكشن لكن باستخدام السيت فانكشن انا محتاج البوزيشن زائد القيمه اللي انا بدي احطها تمام شباب هل هذا الاشي واضح لانه احنا عرفنا انه ليتلي الناس في الكوتلين هدول هي اللي انا عمالي هلا بشتغل عليهم بالسطر اللي تحت هدول هم الاكثر استخداما الناس في كوتلين عمالهم بيبعدوا عن هون شويه عمالهم بيقتربوا هون هل بالنسبه لكم هذا الاشي واضح هدول في عليهم سؤال هذا السلايد لا دكتور تمام ان شاء الله انه واضح تمام جميل شباب معي هلا شوفوا basic array example what do you think the output of this program is وعرف أري فيها خمسة بعدين هيغير قيمة الاندكس رقم صفر بعشرة والاندكس رقم واحد بستة بعدين هيطبع الاندكس رقم صفر بعدين هيطبع ايش القيم اللي رح تطبعها يا مصري رح يطبع عشرة وستة لا الاندكس انا بالزبط. اللي بدي اوصل له اللي بدي اوصل له انه شوفوا شباب هون القيمة أنا هون عمالي بحاول أطبع القيمة رقم صفر والقيمة رقم واحد هاي القيمة رقم صفر وهاي القيمة رقم واحد إذا أنت عملت أي تغيير على الأري if you made any change to the array and to the array element this change becomes permanent يعني شوف هون أنا بعد ما عدلت قيم الأري لما جيت أنا أطبع طبع لي 10 و 6 طب هون هاي كانت 1 و 2 راحت طالما أنا عدلت هون معناها التعديل صار permanent على الأري لو أنا الآن أي عملية بدي أعملها بتصير على القيم الجديدة القيم القديمة راحت
خليكم دائما منتبهين في هاي الشغلة، لأنه بعد شوي في الموبايل أبليكيشنز ممكن يكون أنت في عندك array of random numbers، وبعد شوي أنت when you use a random number you delete it. إذا حبيت ترجع لأي setting في الموبايل أبليكيشن that was based on a random number from that array, then you need to save that number, random number before you delete it. كثير مهم انك انت تعرف انه اذا انا غيرت القيمة تبعت الاري معناها التغيير فيها permanent، واذا انا كنت حابب انه احتفظ بالقيم السابقة معناها لازم اكون خزنتها بمكان تاني. معناها الاري mutable، كل ما انت بتحتاج تعدل على اي قيمة فيها بتقدر تعدل والتعديل بصير نهائي. هذا اللي هلأ سألتني عنه فارس، اللي سألني عنه يمكن هلأ اللي... نعم تفضلي دكتور. مو فاهمة للأوتبوت 10 للجت. تفضلي هون شوفي هلأ أنا عمالي بحاول أطبع القيمة رقم صفر بالأري اللي هي أساساً كانت واحد، بس أنا إجيت هنا بالست حكيت له غير للقيمة رقم صفر الاندكس الصفر أول قيمة يعني غير ليها العشرة، فاختفى الواحد هذا ونحط مكانه العشرة. similarly حكيت له غير لي القيمة الأولى، غير لي القيمة رقم واحد اللي هي صفر واحد اللي هي هاي القيمة، غير ليها بستة، فاختفت هاي التنين ونحط محلها ستة permanently، فصارت هاي عشرة وصارت هاي ستة. لما جيت تطبع القيمة الأولانية طبع ليها عشرة، والقيمة الثانية طبع ليها الستة اللي هون. واضح؟ تمام. شكرا. تمام. جميل. الآن هذا اللي سألني عنه زميلكم قبل شوية، إنه طب لو أنا حابب إنه أنا أدخل اللي بدي أطبعه جوا السترينج، ما أعمل سبيس، يعني أعمل دبل كوتيشن عشان أحط سبيس قبل الشيء اللي أنا بدي أطبعه، حكيت له ذلك ممكن طبعا، لكن هذيك هي أسهل طريقة، هذيك أسهل سترينج كونكاتينيشن مع البلس، هذيك اللي هي simplest form. هاي الطريقة الثانية وأنتم حرين كيف تختاروا، بعدين إحنا بنعلمكم التنتين. الآن في عندي functions ready to use في الكوتلين، function يحكي لي الحجم تبع الأري، function يحكي لي الاندسيز تاعون الأري، صح حجمها خمسة بس هي مرتبة من صفر لأربعة، function يحكي لي function يدور لي على قيمة معينة جوا الأري، function يحكي لي أول element وآخر element في الأري، function يدور لي على قيمة معينة جوا الأري وبعدين يحكي لي وين هي موجودة في أي index، في أي حالة ترتيب تبع الأري هي وين موجودة. تمام. شو رأيكم شباب؟ أول واحدة شو رح تطبع لي؟ هاي الـ print function الأولاني إيش هاد رح يطبع لي هون؟ كرقم. Size of array r is 5. Is 5. مش 4. Is 5. مش لأنه هي 0, 1, 2, 3, 4. معناه راح يطبع لي 4. Size of array is 5. هذه إيش راح تطبع لي شباب؟ Available indices are 1, 2. Available indices are إيش؟ 1 و 2. نعم حبيبي. 1 و 2. لا طبعا، لا اكيد available indices، indices جمع index 4. الavailable مش يعني the maximum، ايش الavailable يعني كلهم، ايش الavailable indices اللي هم 1 plus 2 plus 3 plus 4. مش بالضبط، لا الindex starts from what من زيرو هو بس انه قصدي انه يعني بس بالضبط الindex starts from zero، وزميلتك حكت إنه أنا رح يعطيني four اللي هو the maximum index that is available. عشان هيك the available indices لما تحكي أنت ARR للindices معناها أنت بتشوف output زي هيك range من صفر لأربعة، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. لما أنا أعرف the available indices هذا وين ممكن يكون لكم مفيد شباب؟ إيش تعلمناه في محاضرة اليوم ممكن أنا أغيره وخلي أستخدم فيه الإنديسيز؟ دكتور الرينج اللي هو الرينج اللي وين كان؟ نعم اللي هو السايز أوف، بالضبط ندمجهم مع بعض الرينج والسايز أوف نحكيهم. لما أنا كنت أعمل الرينج من صفر لعند سايز أوف
أنا هلأ بقدر ألغي من صفر لعند size of وأخليها بس indices، هو لحاله بطلع ليها من صفر لعند size of. هاي الفائدة تبعت الindices. عشان هيك شباب أنا بحب أحكي لكم إيش الاستخدام أكتر. زي ما قبل شوي حكينا عن الست والجت، استخدام الindices أنا بشوفه أكتر من استخدام الزيرو للsize of minus one اللي إحنا شفناها قبل شوي. هيك صارت عندكم التنتين وأنتوا قرروا شو تستخدموا. هاي شو بتطلع لي شباب؟ array contains is. نعم حبيبي. Array contains is و is، كلمة is نفسها. مش بالضبط. Array contains is a function. بالضبط. Array contains is a function that returns either true or false. Array contains، هل عندي بهاي الأري is؟ إذا كان عندي بهاي الأري is، it returns a true. إذا كان ما عندي في هاي الأري is، it returns a false. معناه هو function that returns a boolean. شوفوا شباب، array contains is نقطتين true، شال كل هاي وحط مكانها true. نعم فيها is. طيب إيش رأيكم بهاي اللي هون؟ similarly false. array contains fun، لا false. تمام. الآن first element array dot first function جاهز. array dot first إيش بيطبع لي هون؟ first element إيش؟ one، طبيعة الحال one. وزي هاللاست راح يطبع لي useful، آخر واحدة شو بتعمل لي هاي؟ array index of، index of Kotlin. مش ترو، index of. index of the رقم 2 اللي هي 0 1 2. ترو قصدك 2 0 1 2 اسف 0 1 2. تمام. هلا array of Kotlin index of Kotlin is 2. هون بروح بدور لي على الاليمنت اللي انا بدي اياها، اللي انا بدور عليها، وبحكي لي كمان وين موجوده. هذا الفانكشن بحكي لي انها موجوده او لا. هذا الفانكشن بحكي لي انها موجوده في المكان الفلاني. تمام اوكي، هذا الفرق بينهم. هذول كلهم فانكشنز جاهزين تقدروا انتم تستخدموهم في برامجكم. هذا الفانكشن مشهور كثير. الفيرست مش كثير مشهور، رغم انه حكت لي المهندسه انه انتم حليتوا السؤال اللي كان ناخذ قيمه من اليوزر، ناخذ قيمه من اليوزر وبعدين ان ناخذها انتجر وناخذها سترينج ونحولها لانتجر. فانت رحتوا استخدمتوا الفانكشن اللي اسمه فيرست عشان تاخذوا اول حرف من السترينج، اللي هو السترينج هي array of characters وهو the first element. نعم هذا الفانكشن موجود بس استخدامه مش كتير، لانه في ناس لسه ما زالت كثير بتستخدم، تيجي على ARR بدل ما يكتب first هذا بحط square braces مع رقم صفر، تعطي the same thing. تمام؟ أوكي. هذا بس علشان إحنا حكينا شو بنحكي لكم، شو إنه بيستخدم كتير ولا يستخدم كتير. traversing. تفضلي. على الكود اللي قبل. هلا مش حكينا contains تعطيني إنها boolean is true or false. أيوة. و index of تعطيني مكانها. مظبوط. index تعطيني مكانها. نعم. طب إذا ما كانت موجودة ولا لا بتكون موجودة؟ بالنسبة لي بتكون موجودة. إذا ما كانت موجودة هلأ بنجربها مع بعض. إذا ما كانت موجودة، هذا الفانكشن يستخدم when you are sure of that there is something within the array. index of، أنا عارف أنا عارف إنه موجود but I need the index of it. هذا الفانكشن، هذا الفانكشن I'm not sure whether it is there or not. So just like I'm asking you is it there true or false. نعم. فهذا can be used when you know exactly that it is there. هذا الفانكشن. خلينا نجرب مثال اليوم لما أنتوا في الجزء العملي، إنه أنت مثلاً تحط هون fun اللي إحنا اكتشفنا إنه هي مش موجودة، تحط محل كتلة fun وتشوف إنه شو بعطيك الإندكس. يا أما بدي يعطيك error، يا أما بدي يعطيك يحكي لك إنه مثلاً it's not there.
نعم. Traversing the array. أنا في عندي ثلاث طرق. هاي الطريقة اللي اليوم تعلمناها حكيت لكم using the indices can replace simply the range here between zero and size of. هذا اللي هون لو أنت بدك تستخدم الindices ممكن إنك أنت تستغني عن اللي حكينا عنه من صفر لsize of phone. تمام؟ شغلة ثالثة لطيفة في الكوتلين موجودة باللغات السكريبتينج لانجوجز العليا زي الار على سبيل المثال انه انت ممكن تعمل ترافيرس للاري على الاليمنتس without using the index. شو يعني؟ انا ممكن احكي for element عرفت الفاريبل تبعي سميته element in r in arr جوا هاي الاري. بهاي الصورة طالما أنا ما حددت له الانديسيز زي هون اللي هي بتيجي على من صفر للسايز اوف ار ولا حكيت له روح من صفر للسايز ناقص واحد زي ما حكينا لما أنا بس بعطيه الاري نفسها بروح بدور بروح بيعمل ترافيرس للاري إليمنت بدون ما يطلع الاندكس يعني بيجي على القيمة الأولى بروح منها للقيمة الثانية كقيم وليس كانديسيز. بهاي الصورة أنا ما بعرف شو هو الاندكس. هون أنا بعرف الاندكس. الاندكس بلش من صفر للسايز ناقص واحد. وهون أنا بعرف الاندكس. بهاي الصورة أنا بعرف بس القيم. وهاي موجودة باللغات اللي أعلى. تمام. في عندكم سؤال على هدول الثلاث؟ هدول الثلاث خاصة أول واحدة وثالث واحدة منتشرين كثير. عندكم سؤال عليهم هدول؟ دكتور الثالثة ما فهمت كثير إنه إذا في مثال عليها أو إشي. هو راح يكون معنا هلا عليها مثال بس قبل ما نتحرك من هذا السلايد لما انا بحكي لك الاري حجمها 3 بتحكي لي الانديسيز تاعونها 0 1 2 عبينا هاي الاري في كوتلين از فن. لما انت تعمل فور اليمنت ان اي ار ار برنت ليف برنت لين اليمنت ساعتها هو شو بيساوي؟ بروح بيجي على كوتلين كلمه كوتلين مش الاندكس رقم 0 بيجي على كلمه كوتلين بطبعها اللي بعديها القيمة اللي بعديها هي is بطبعها القيمة اللي بعديها هي fun بطبعها بدون ما يتعامل مع الانديسيز ما اجاش على 0 1 2 انت هون محتاج تحكي اعطيني قيمة هاي السهم تبعي هون اعطيني قيمة هذا الاندكس يعني انت بتشتغل مع الاندكس ما بتشتغل مع القيمة بعدين بتيجي تحكي اعطيني قيمة هذا الاندكس. نفس الاشي هون هاي الاندكس تبعك تحكي له اعطيني قيمة الاري في هذا الاندكس لا هون انا ما تعاملت مع الاندكس اطلاقا انا رحت على القيم على طول. هذا الفرق بين هدول التنتين مقارنة مع هذا. هذا الفرق بالنسبة لكم واضح شباب؟ يس ان شاء الله انه يكون واضح. هاي هون انا حطيت لكم اياها حاولت ان انا اشرح شرح في النقطة الاخيرة هون you can track the array elements directly using in هاي in followed by the array name هون in followed by the array name هون in followed by a range هون in followed by the indices of the array هون لا بس اسم الاري بتحولها تشتغل على القيم بدل ما تشتغل على indices وهي ميزة صراحة في الكوتلين. جميل ايش رايكم ايش الاوتبوت تاع هذا البرنامج بلشنا نستخدمهم اللي حكينا عنهم بالضبط زي السؤال اللي قبل شوي انا عدلت في القيم بس هون اجيت ايش اطبع كل الاري هيني بدي اطبع كل الاري بدل ما استخدم size of size minus 1 اجيت انا استخدم arr.indices فورا بس انا اعمل arr.indices ايش ناتج هاي لحالها شباب 0 ل 4 هاي ايش ناتجها بالضبط هذا اللي بدي اعرفه منكم زي ما تعاملنا مع قبل شوي في اللي عند البرنتلين 0 ل 4 هاي تحكي لي انه يا اي انت الرينج تبعك هو 0 ل 4 بس لأنك استخدمت الـ arr.indices فالأوتبوت راح يكون بهاي الصورة 10 و 6 لأنه عدلناهم هون عدلنا القيم باستخدام الست. تمام هذا المثال إيش الأوتبوت تبعه؟
1 2 3 4 5 بالضبط. الاغلبيه الصامته اللي معانا بس ساكتين. انا بتمنى انه اذا انتم في اي سلايد انا عمالي بمر عنه سريع انكم توقفوني عشان تعرفوا. اذا كان المثال بسيط وعشان هيك انتم اغلبيه صامته عادي، انا ما عندي مانع. المهم تكونوا عن جد فاهمين. حكينا اتفقنا زمان لازم نطلع من هاي الماده مبرمجين كوتلين، لانه الكوتلين نادره ومطلوبه هلا في السوق. تمام. هلا هذا نفس الاشي انا حطيت لكم هدول، حطينا لكم السلايدات هدول ورا بعض عشان تشوف هاي الفرق بين استخدام الانديسيز والسايز، وانت قرر شو طبعا شو بدك تستخدم. نفس الاشي انديسيز سايز ناقص واحد، اطبع الاري. لكن الفرق الوحيد كنت حكي لكم راح اعطيكم مثال عليها في اخر المحاضره. طلع هون شفتوا شباب انت اري اوف، عرفتها زي هيك، طبعتها بنفس الطريقه. انت بتقرر كيف بتحب انك انت تعرف الاري باي وسيله، وانت بتقرر كيف تطبع الاري. انا اعطيتكم ثلاثه لكل واحده، او مش تطبع، تعمل ترافيرس للاري. اعطيتكم ثلاثه لكل واحده وبعدين انتم بتقرروا شو تستخدموا. شباب احنا مرينا عن كلمه ترافيرس مرور الكرام. ايش الترافيرسينج؟ Is it like casting؟ لا كاستنج، لا كاستنج when you change from one data type to another، هذا هو التايب كاستنج. ترافيرسينج اللي هو بس اللي هو انك تمر على على الاري. Visiting the elements of the array can be in a programmable way، عشان هيك سموه traversing. فأنا ما بدي إنه تمروا على كلمة traversing وأنتوا وتحكي أنا والله أنا ما بعرف شو يعني traversing. Traversing when you go from one element to another within the array in a programmable way, it's called traversing. حتى بالرياضيات لما يحكوا array traversing بالرياضيات معناه انك انت تتنقل، تلاقي وسيله انك انت تتنقل بين الاري elements. تمام. ايش رايكم شباب؟ how to fill an array from user input. تعلمنا ثلاث طرق علشان تعرف الاري، كانت طريقة الاري كونستراكتور والاري اوف، وبعدين ولا الامبليسيت تايب الاكسبليسيت تايب الانت اري اوف على سبيل المثال. كان في هدول الثلاث طرق احنا عمالنا بنعبي الاري وذ دايركت فيلينج مع طريقة التعبئة المباشرة. طلعوا هون شباب، هاي اسمها طريقة التعبئة المباشرة. انا اول ما عرفت الاري عبيتها، هيها هون زيها شباب، هون هيها هيني عبيت الاري طريقه التعبئه المباشره بالاري اوف. تمام اوكي، وزيها بالاري كونستراكتور. لكن لو انا بدي اعبي الاري من اليوزر، طلع هون استخدمت الاري كونستراكتور، عرفت اري من خمس عناصر، بعدين حكيت له اعمل لهم انيشال فاليو زيرو. هاي شباب هلا وين انا عمالي باشر بالسهم، هاي is unavoidable. بدك تعمل initial value للاري، بدك تعمل initial value للاري، لازم تعطيها قيمه ابتدائيه. زيها لما انا كنت احكي لك انه يعني مثلا لما كنا نستخدم الاي علشان نعبي قيم معينه للاري as initial value، هناك لازم يكون في قيمه. ما في انك انت ما تعطي قيمه. طب ما بدي اعطي قيمه، حط initial value. ما بدي اياك تحط خمس اصفار لانه هون في عندي حجم الاري خمسه، حط صفر واحد. We're gonna consider that you mean انه انت بدك صفر للخمس عناصر. هيك احنا هنفهم معناها انت عبيت، انت عملت array declaration، عرفت array من نوع integer، بتاخذ خمس عناصر، حطيت قيمه الابتدائيه لهم زيرو. في لغة C لو أنت ما حطيت قيمة ابتدائية، بس عرفت الأري وما حطيت قيمة ابتدائية وكانت الأري of integers، it is directly filled with zeros في لغة C. في لغات عليا لما نحكي مثلا عن scripting languages زي R، لو أنت عرفت الأري وما عبيتها
it will be considered empty بس مش with zeros ولا with spaces, considered unused or not yet used. تمام؟ هون في كوتلين لازم لما انت تعرف الاري وبدك تعبيها later on from the user لازم تعطيها initial value. تمام؟ بعدين حكيت له, حكيت لكم راح يكون معنا سؤال في آخر المحاضرة على ال while, how to use while, how to use another way, not like only the for loop can be used. تمام. حكيت لك الآن بدنا نعبي الأري اللي اسمها array to fill. طالما الindex, هاي شايفين ال variable index, طالما الindex أقل من size, إحنا لازم نعمل هون أقل من size ناقص واحد. طالما الاندكس اقل من السايز معناها, لا هو اقل, هو اوريدي اقل هيك صح. طالما الاندكس اقل او ايكوال كان سايز ماينس 1 بالضبط. لو كانت اقل اور ايكوال يعني هذيك كان سايز ماينس 1, طالما اقل معناها هي راح ناخذها من 0 ل 4. اطبعني على الشاشه انتر اليمنت نمبر 0, انتر اليمنت نمبر 1, انتر اليمنت نمبر 2, بعدين خذ هاي الاليمنت بالريد لاين, convert it to integer because it's an integer array, convert it to integer and then save it in this index. Later increment the index by one, زيد لي على الindex تبعي واحد. انا خلصت البوزيشن رقم صفر بدي اروح على البوزيشن رقم واحد. After I'm gonna reach هذا البريس, الكلوزنج بريس. تعلمنا في محاضرتنا هذا الكلوزنج بريس وين بوديني شباب؟ بطلعك من ال while loop. No no no, هذا انا لساتني في while loop. هذا الكلوزنج بريس وين بوديني؟ برجعك الكونديشن المفروض. بالضبط, انا هيك بحب اسمع, بحب اسمع انه برجعني على الكونديشن. كنت صفر, زدت على الصفر واحد, هذا وصلت لعند هذا البريس لوب, لانه بتعمل لوب, بتعمل لفه هاي, فرجعني على الكونديشن صارت واحد. هل الواحد اقل من السايد؟ نعم الواحد اقل من السايد, ترو. معناها انتر اليمنت نمبر 1, هات لي من اليوزر, اقرا شيء من اليوزر حوله لانتجر وخزنه في الاليمنت في المكان نمبر 1, زيد لي عن اندكس واحد صار 2. وصلت لهذا البريس رجعني على الكونديشن, 2 اقل من السايد, نعم تحقق الشرط. بعدين بنعبي 2, 3, 4 بنعبي, صارت 5, 5 مش أقل من الخمسة, تنكسر وبنيجي هون. هاي طريقة, شوفوا شباب, هاي طريقة باستخدام الواين, وهي نفس المثال باستخدام الفور. هاي هون فور إندكس إن 0 ل 4, أنا عارف إنها حجمها 4, كان ممكن أحط هون فور إندكس إن إنديسيز, إن أري تو فيل إنديسيز, كان ممكن أحط هون 0 to size ناقص 1, array to fill dot size ناقص 1. وممكن إذا أنا بعرف الحجم أحط إنه هو مثلا من 0 ل 4. إيش هذا السؤال رح يطبعني شباب؟ الـ values اللي user بيحطهم, why values اللي user بيحطهم. ماشي, بس في شغلة إضافية رح يطبعني, هسا رح أسألكم عنها لما تشوفوها. شوفوا هي شغلة شاب, شو هي؟ انتبهتوا؟ شغلة إضافية, طلع على الأوتبوت. طبع الـ 5 2 times. طبع هون؟ هي خبيت الأوتبوت. طبع الـ 5 2 times. لأن ما طبعش الـ 5 2 times. هل كان السؤال هون؟ طلع شاب هون؟ نعم. الفايف اللي الأولى اليوزر فورماتها ولا هي تبعها؟ الفايف الأولى من اليوزر, الفايف الثانية اللي كان عندي عليها سؤال, هاي الفايف اللي أنا عمالي بحكي عنها, شايفين هاي enter element number 4, اليوزر أعطاني 5, عبى الأري من 1 2 3 4 5, هيك عبى الأري. هاي الفايف من وين اجت؟ طلع شباب هون, هاي من الindex plus plus لأنه صار 5. بالضبط شباب, انا هاي بدي اتمنى انه كلكم تكونوا عارفينها, هاي مش بس بالكوتلين, هاي بكل لغه البرمجه. لازم نكون عارفين انه احنا لما نطلع من هاي اللوب اللي هي الوايل لوب,
بتكون الشرط هذا انكسر. لما الشرط يكون انكسر بتكون الاندكس بطلت اقل من السايز، السايز هو 5، بتكون الاندكس صارت زي السايز، لانه كل مره عملي بزيد بواحد هون. معناه لو جيت اطبع قيمه الاندكس بطبع قيمه الاندكس هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، لاحظوا شباب هون جوا الفور لوب رجعت استخدمت نفس الفاريبل. لما استخدمت نفس الفاريبل عمل ست او ريست للقيمه تبعته ورجع خلاه يبدا من ما بديتوه. كثير في برامجكم خاصه لما تكبر معانا في الموبايل ابلكيشن، انك انت وين انكسرت هاي اللوب، هاي بلشت على عدد الثواني. كل ما تمر ثانية، كل ما تمر ثانية أنا بدي إياك تحكي لي إنك أنت تعمل أكشن. طب كم ثانية مر؟ أنا صراحة مش عارف. لا ما لا أنت بتعرف، ما في مشاكل. طلع هون حط بس اطبع بعد ما تنكسر اللوب الاندكس تبع اللوب في الابليكيشن تبعتك، وهو بيعطيك كيف انكسرت اللوب بعد كم ثانية على سبيل المثال. هاي شغلة. الشغلة الثانية، لو الفاريبل أنا عندك، أنت بدك تضلك كل شوية تستخدم فاريبل، ممكن أنت في نفس الرن تستخدم الفاريبل لأكثر من فانكشن. يعني هون الاندكس أنا استخدمته هون ورجعت لحد، بس قيمة تبعته عملت لها ريست، فراح بلش من البداية 1 2 3 4، بلش من عند القيمة 0 1 2 3 4. شغلتين، أول إشي كيف تنكسر اللوب، وإن أنا بقدر أعمل الفاليو ريست لو سمحت ما تطلعش من لو أنت فاهمه. في حدا ما في ما وصلت له النقطة اللي أنا حكيتها، أو في حدا عنده سؤال على دكتور؟ عندي سؤال على الانبوت بشكل عام. نعم. دكتور بس صوتك شوي بيقطع أول إشي. تفضل. في شوية تقطيع. أنا آسف. تفضل. دكتور. إذا بدنا نعملها لسترينج فرضاً بدل ما تكون انتجر، إنه اليوزر يحط سترينجز بدل الانتجرز، نحط فوق بأول سطر بدل كلمة انت سترينج ونبدل الصفر بكوتيشنز. يعني إذا بدك كيف أنا ممكن إن أنا أعملها؟ أنا أنت ممكن تعملها فور شور، بس تلغي كلمة الانت. لكن إذا بدك صح؟ أنا كيف مثلاً أنا بعملها؟ أنا صراحة بهاي الصورة بروح مثلاً بروح أنا بهاي الصورة بستخدم مثلاً array of. أنا بالنسبة لي بهاي الصورة بفضل أروح أستخدم array of. لو أنت بدك، لكن لو أنت هون بدك تيجي تعطي القيمة الأولانية as a string بتلغي الصفر وبتلغي الانتجر وبتحط double quotations. تمام دكتور. بدك تحط بين الدبل كوتيشنز، هو راح يعتبر لك طبعا سبيس. يعني خلاص تمام دكتور. انا لو علي انا صراحه بفضل في هاي الحاله الاري اوف. انا لو بالنسبه لي بفضل الاري اوف، لان هو في النهايه انا اعطيتكم شباب 3 طرق تعريف، وبتمنى انه انت تختار اللي بيريحك منهم، زي 3 طرق الترافيرسينج وانت اختار اللي بيريحك منهم. تمام. هلا اذا ما عندكم يعني سؤال على هذا السلايد، هيشوفوا هيك الاوتبوت تبعه، بدي اشرح لكم عن الاساينمنت تبعت اليوم. معانا ضايل كمان ساعه اليوم، بدي اشرح لكم عن الاساينمنت وبعدين بنحكي في اقتراحاتكم لموعد محاضره ثاني بدل يوم الخميس الساعه 8:30 الصبح اذا الموضوع بالنسبه لكم مش مناسب، لكن بشرط انه يعني نتفق كلنا نتفق على موعد. الآن الأسايمنت الأولانية بدها تفرجيني قدرتك على إنك أنت تتعامل مع الأري إلمنتس والأري إنديسيز. أري إلمنتس والأري إنديسيز، هذا الإشي كثير مهم، وأنت بتستخدم الأري في الموبايل أبليكيشن تبعتك كثير. أول إشي write a program that declares and fills، مش an and fills. مع بعضهم احنا نضبط لكم اياهم هون. write a program that declares and fills an array. write a program that declares and fills an array from user input. اول شيء اعتبر الاري هاي array of integers.
وعبيها من user input, your program then should calculate the following: how many numbers are divisible by 3. كم رقم بدي عدد, بدي شكل الأرقام, بدي عدد الأرقام اللي بتقسم على 3 بدون باقي. أول شغلة. ثاني شغلة بدي الـ average of integers in even positions. Average of integers in even positions. طلع هون. بدي أحط الـ array of size. هاي هذا السؤال الأولاني. خلني هلا أشرح لكم على السؤال الثاني. بعدين راح أودي السلايدات هدول للمهندسة وتحط لكم إياهم على الإي ليرنينج, أو بقدر الآن نعملهم PDF. I can share them with you من هون من التيم, تاخذوهم من التيم على أساس إنه أنا ما أخليش السلايدات ضلها قدامكم طول الوقت وتصير معاكم السلايدات. تمام. السؤال الثاني مطلوب منك إنك أنت تبمث to sort an integer array. معي شباب سامعيني؟ كان بيقطع شوي الصوت بس. الو؟ طيب الاسايمنت الاول شرحته هلا, بعدين راح انا اعطيكم السلايدات هلا بحول لكم اياهم من هون من التيمز, ثم بكون انا عمالي بتابعكم أنا والمهندسة إذا أنتم بدكم, بحيث أن أنتم تجربوا وتودونا هلأ الحل. الأسايمنت الثانية مطلوب منك أن تبني آلية, هي عندك هون الفنكشن هلأ راح أشرح لك إياه, تبني آلية علشان تعمل سورتينج للأري. ليش؟ هلأ شباب at some point when you are an advanced Kotlin programmer you're gonna start making your own libraries. لما انت بعد شوي ما تحب تضلك تبرمج كل اشي مرتين, بتصير انت انك انت تبني الكودات تبعتك وتجمعها بمكان, ويو ميك يور اون libraries. في عنا كثير libraries جاهزة, libraries بتحسب الافرج, libraries بتحسب بتعمل array يعني functions زي السورتينج, زي السورتينج العكسي من الصغير او من الكبير لصغير, قصدي زي انك انت تدور على قيم معينه في الاري وتعمل عليها operations. اعطيني sum of elements in even positions. في عنا library صارت هلا جاهزه. لو اطلعتوا على هدول اللايبريز, هدول اللايبريز يعني ناس عمالهم بيعملهم, كل واحد بيشوف انا والله بستخدم الاري كثير, فانا هلا بدي ابني الكود مرة واحدة. I'm gonna start writing my own code when I run each program. فبعد شوي راح تصير أنت تبني ال library تبعك. مطلوب منك اليوم بعد ما تخلص السؤال الأولاني اللي هو يعني relatively easy, مطلوب منك إنك sorting, تعمل sort, تبني كود يعني تعمل sort لأري, تعرف ال integer array, sort it using the following method. مطلوب منك التالي, بدي أشرح لكم شباب هلأ النقاط هدول. بدك تعمل 2 loop. أول loop it is passing by the elements I'm comparing to. أول loop للمقارن به. ثاني loop للمقارن the value I'm using to compare. انا بعرف انه لسه انا عمالي بحكي هلا شيء صعب. بدك تتخيل معي الاتي, كيف انا بعمل sorting؟ بوقف بدايه عند الاليمنت رقم 0, هذا المقارن به عند الاليمنت رقم 0, وبقارنها مع الاليمنت رقم 1, وبقارنها بعدين مع الاليمنت رقم 2 والاليمنت رقم 3 والاليمنت رقم 4 لحديت ما اوصل لآخر الأري.
إذا أنا بشوف في element عندي أصغر من element رقم صفر ببدل فيما بينهم. لما ألف على كل الأري أقارنهم كلهم مع البوزيشن رقم صفر معناها وأضلني أبدل معناها لما أخلص من هاي اللوب في البوزيشن رقم صفر أصغر element في كل الأري. بعدين بروح على البوزيشن رقم واحد بقارن الإليمنت بوزيشن رقم مع كل الإليمنت اللي بعديها مع اثنين ومع ثلاثة وأربعة وخمسة مش مع صفر. بديت من عند واحد مع كل الإليمنت اللي بعديها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة لحد آخرين. مرة بلاقي قيمة أصغر من البوزيشن رقم واحد بروح ببدلهم. قارنت البوزيشن الأولاني رقم واحد قارنت مع البوزيشن وشفت إنه البوزيشن رقم سبعة أصغر من البوزيشن رقم واحد بروح ببدل فيما بينهم. البوزيشن رقم سبعة بصير واحد والواحد بصير سبعة. وطبعا علشان التبديل أنتوا بتعرفوا لازم ندخل temp variable عشان ما تضيع القيم. تمام؟ هي هاي الفكرة تبعت الأري سورتينج. لكن أنا محتاج عشان الأري سورتينج تو فور لوبس. في حدا هلأ فهم الفور لوب الأولانية بدها تلف على أي قيم؟ فور لوب الأولى صعب عليكم لسه؟ يعني المفروض حتلف على كل القيم. ما سمعت فيك عيدي بس بحكي صعب شوي بتلخم. الفور لوب الأولانية صعب شوي. يلا خلني أنا أحكي إياها. خلني أشرح لكم إياها بمثال. خلني أفتح الباوربوينت هذا. خلني أشرح لكم إياها بمثال. يلا معي شباب هون. أنا عندي هاي الأري. هاي الأري واحد ثلاثة عندها بشيء كبير خمسة ثلاثة واحد بعدين اثنين بعدين صفر. أنا عندي شاب هاي الأري هلا بدي اولا الفور لوب الاولانيه بدها تقارن الخمسه مع الثلاثه. بدها تقارن الخمسه مع الثلاثه. الثلاثه اصغر من الخمسه تحقق الشرط هذا معناها هاي بدها تصير ثلاثه وهاي بدها تصير خمسه. هلا بقارن الثلاثه مع الواحد. الواحد اصغر من الثلاثه معناها بده يصير ثلاثه وهذا بده يصير واحد. هلا بقارن الواحد مع التنين، التنين أكبر من الواحد. بقارن الواحد مع الصفر، الواحد أصغر أكبر من الصفر، معناه هذا بصير صفر، وهذا بصير واحد. بهاي الصورة في اللفة الأولى للأري أنا ضمنت إنه البوزيشن الأولاني، بوزيشن الأولاني فيه أصغر إليمنت في كل الأري. تمام. هلا طلع معي ثاني إشي خلصت من البوزيشن رقم صفر بروح على البوزيشن رقم واحد اللي هو هاي. بقارن الخمسة اللي بعديها على طول قارن الخمسة مع الثلاثة. الثلاثة أصغر من الخمسة معناها هذا بصير ثلاثة وهم بتصير خمسة. هلا بقارن الثلاثة مع التنين. أها التنين أصغر من ثلاثة معناها هذا بصير تنين وهذا بصير واحد. هلا التنين بقارنها مع هذا الأسف هذا بصير ثلاثة. هلا التنين بقارنها مع هذا الواحد اللي هون اها اصغر معناه هذا بصير واحد. انتبهتوا انا شو عمالي بعمل؟ انا هلا راح ارجع للكود مره ثانيه ونحكي عنه بس انتبهتوا شو المبدا اللي انا عمالي بعمله؟ باجي على كل بوزيشن بقارنه مع كل شيء بعدي واذا كان في واحد اصغر منه بحطه مكانه. باجي على البوزيشن اللي بعديه بعدين بقارنه مع كل اللي بعديه اذا في واحد اصغر منه بحطه مكانه. هلا جيت على خمسة على البوزيشن هذا خمسة
بدي أقارنه مع اللي بعدي. خمسة مع الثلاثة هاي ثلاثة صارت خمسة هون. هلأ الثلاثة اللي هون أنا واقف عند الثلاثة، الثلاثة بدي أقارنها مع التنين. أها عفكرة التنين أصغر من ثلاثة، هاي التنين وبدلتها مع الثلاثة. لاحظوا في كل خطوة عمالي باخذ أصغر إليمنت من اللي ضايلين وبحطه في البوزيشن. هاي طريقة مشهورة للأري سورتينج. لولا إنه الأري سورتينج ممكن تكون عن جد مهمة إلك أنت في الموبايل أبليكيشن ليتر أون، كان ما أجيناش على هذا المثال اللي بالنسبة لكم فيه شوية صعوبة. أنت كتير شباب من الديتابيس رح تجيب ديتا، وهاي الديتا رح تحتاج تعملها سورتينج. لو كان في عندك أي مشكلة مع الفانكشن تبع السورت، في فانكشنز أفيلابل للسورتينج، إنما بديش السورتينج بالطريقة التقليدية زي ما أنت عندك. أنا بدي أعمل سورت خاص فيه، أنا ما بدي أرتب كل الديتا، أنا بدي أرتب جزء من الديتا. هذا الإشي ممكن عن جد يبقى لك مهم. لا أنا ما يعني ما حطناهوش أسايمنت اللي أنت بتطلع عليها وشوي مستصعب منها. هلأ هذا هيك أنا فرجيتكم على الباوربوينت، فرجيتكم طريقة الرن. بدي أكم الآن تركزوا معي، بدي أحكي لكم عن الكود كيف تبني الكود تبع السورت. ركزوا معي لو سمحتم منيح. الأري الأولانية هي المقارن به، لازم توقف عندها وكون ضايل إشي وراها، ضايل إشي وراها عشان تقارن فيه. الأري الأولانية، اللوب الأولانية عشان المقارن به. عشان هيك اللوب الأولانية بنتوقع إنها لازم تبدأ من صفر وتخلص وين؟ إيش رأيكم؟ على آخر إندكس بالهذا باللوب بالأري يفضل قبل الأخير، يفضل مش على آخر إلمنت، يفضل عليه قبل الأخير بالضبط زي ما حكيت. ليش؟ هذا الإشي اللي أنا بدي أقارن فيه، بدي أقارن فيه، يعني بدي أبدأ من صفر ولازم إشي يضل وراي عشان أقارنه فيه. عشان هيك يفضل مش إجباري، مش السايز ناقص واحد، سايز ناقص تنين، أو إذا باللوب تبدأ من عند صفر إذا أنت بالوايل لوب لعند أقل من سايز ناقص واحد. هاي اللوب الأولى، أنا حكيت لك بدها اثنين لوب. اللوب الثاني من وين تبدأ شباب؟ من وين تبدأ اللوب اللي بدها تقارن؟ أنا هلأ واقف مثلا عند البوزيشن رقم صفر، بدي أقارن. أول إشي بدي أقارنه بالصفر إيش هو؟ الوان، الوان اللي هو أول إشي بدي أقارنه بالبوزيشن رقم صفر هو البوزيشن رقم 1. معناها اللوب الثانية من وين تبدأ دائما؟ من ثاني رقم اللي هو الوان، الاندكس 1. إذا كنت أنا بدي أبدأ من صفر فهي بدأ تبدأ من عند 1. طب إذا أنا خلصت صفر البوزيشن رقم، هلأ بدي أبدأ من عند البوزيشن رقم 1 بدي أقارنه مع اللي بعده. لما أنا بدي أكون عند البوزيشن رقم 1 هي من وين بتبدأ؟ من 2 بالضبط. بدي اللي هلأ أعمله بحكي لي يا زميلكم، بدي إنه كلكم هلأ تكونوا عارفينه. اللوب الأولانية بتبدأ من صفر لعند السايز ناقص تنين. اللوب الثانية بتبدأ من عند الآي زائد واحد، إذا استخدمنا الاندكس آي للوب الأولانية، اللوب الثانية بتبدأ من عند الآي زائد واحد. الاندكس من وين اللوب الأول؟ كان A للآي أكبر من A للجي. لاحظوا الآي هو تاع اللوب الأولانية والجي تاع اللوب الثانية. اللوب الثانية اللي راح تمشي لآخر الأري لعند السايز ناقص واحد، إذا كان A للآي أكبر من A للجي بدلهم. شوفوا المثال مبين صعب لكن هو لوب جواها لوب. إذا كانت A للآي أكبر من بدلهم خلص السورت. شوفوا ان الكود هون يمكن يكون الكود اصغر من الكود اللي بالمثال بالاسايمنت الاولانية. اوكي شباب؟ ابدو
مع الشباب هلا بدي اودي لكم السلايدات. ابدوا مبدئيا بهذا السؤال. بلشوا يطلع على هذا السؤال شباب عبين ما اجهز لكم السلايدات عشان تبلشوا تحلوا بهذا. تمام دكتور. يا شباب طلعوا هلا. شكرا لحضرتك طبعا. هلا طلعوا شباب طلعوا على هذا السؤال لاني راح اشيله الان قدامكم عبين ما اجهز البي دي اف واودي لكم اياه. طلع عليه بعدين بشيله وبفصل عن الديسكتوب تبعي وبودي لكم المثال هذا، بودي لكم المحاضره كلها مع التنين اساينمنت. يلا كلكم بخير شفتوا. يلا شباب بلشوا حل. بستنى منكم انا والمهندس تودوا لنا الحل تبع. يلا تمام. دكتور وين نبعث لك الحل بس نخلصه؟ على الايميل. على ايميلك دكتور ولا المهندسه؟ احكيك ودور المهندسه ودور المهندسه وانا باخذ اللي بدي من عند المهندسه. تمام دكتور. تمام انا راح اضلني معاكم هلا هون. هلا بودي لكم المحاضره والاساينمنت. راح اضلني معاكم هون علشان اشوف اسئلتكم من هون لحد ما تنتهي المحاضره. تمام يلا بلشوا.